بس برضه حسونا بيه غلطان. غلطة مش مقصودة، كنت شارب زيادة وانفعلت. كان الواجب بقى أبو العز بيه وسليمان ما يسيبوش في اللحظة دي. الله، طب وأنا مال أنا يا باشا؟ أنت هتلطني في القصة دي ليه؟ ما أنتوا برضه معذورين. كنت فاكرينه هدي وراح يرتاح في السويت بتاعه. ما كنتوش بقى عارفين إن كرامته هتنقح عليه للدرجة دي. نهدى بقى كلنا كده ونصلي على النبي. في عين بنت كلب وصابتنا، وأنا عن نفسي هذبح بقرة وخروفين عشان نبعد العين دي ونرجع أصحاب وحبايب زي زمان. يا أبو الزيد، زي زمان. إخواننا حد يقول لي دي الطابية ولا الفيل وريحوني. سعادتك خارجة؟ عند حضرتك مانع؟ العفو يا فندم، أنا آسف. تحب أنده سيد لحضرتك؟ لا لا لا، أنا خارجة لوحدي. افتح. اوعي تفتكري يا شاطرة إني ما كانش ممكن أمسح بيكي بلاط البيت عندي بعد تصرفك القذر مع جوزي قدام الناس. على فكرة أنا كان ممكن أعمل كده عادي جدا. وسكتي ليه؟ سكوتي ده مش معناه ضعف او اني مش هعرف اخد حقي منك. اسمعي، انا جاي احذرك للمره الاخيره تبعدي عننا خالص وتشيلي سالم من دماغك نهائي. فاهمه ولا مش فاهمه؟ ده تهديد، سميها بقى زي ما انت عايزه، انما بيتي خط احمر، احمر بلون الدم، وانا ما عنديش اي مانع ان انا اوصل معاك للمرحله دي لو ما عقلتيش وحطيتي عقلك في راسك. لا 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 لا، الكلام ده ملوش الا معنى واحد بس، ده تهديد، وفي بيتي كمان. اسمعي يا مها، من الاخر كده، انا لو حطيتك في دماغي همسحك من على وش الارض، وعندي اللي يعمل كده بس من غير معيار وطيش زي حسونة، لأن ساعتها هنقهولك على الفرازة. تصدقي كنت فاكراكي أضعف من كده بكتير، وحبتدي أخاف منك بجد لدرجة أني كمان ممكن أعمل لك حساب، وده الحقيقة ما كانش في اعتباري خالص. عارفة ليه؟ عشان مش شايفاكي أساساً. يا حبيبتي يا مها، أنا مش قلتلك تروحي للدكتور تكشفي على عينيكي علشان ما تورطيش نفسك وتبصي في حاجة غيرك؟ حاضر، نصيحة مقبولة يا مواجيه. أهو ده اللي كنت خايف منه. اللي مش محتاج اكرر على حضرتك الكلام اللي قلتولي النهارده الصبح في المركب. الصراحه انا كنت بحسدك على القوه اللي نزلت عليك وانت بتواجه الموقف. كان عندي احساس انك هتطلعي كسبانه ليله دي بيتك وكرامتك. انا عارف ان الجرح صعب، بس العقل بيقول اصبر على جارك السوء، لا يرحل، لا تيجي مصيبه تاخد ولا مؤاخذه، لان لا قيمتك ولا مكانتك زي الاشكال دي. بس بعد ما روحت ودربت الكلام في دماغي، لقيت ان اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. عشان كده حطيت احتمال للي حصل من شويه. ولما لقيتك خارجه من الفيلا، عرفت ان الجرح صعب وكبير، محتاج وقت عشان يختفي ويلم. ربنا يقويكي. مش محتاج اقول لك ان انا جنبك، وان حمايتك فرض واجب عليا. مش بس من أي خطر أو قلق حواليكي، لأ، حتى من الأشكال دي كمان.
احلى كوبايه شاي. دوقي بقى يا ستي وقولي لي انا شاطره في شغل البيت ولا لا. من ناحيه شاطره فانا اشهد لك. وتشهدي لي كده من غير ما تدوقي؟ دي تبقى شهاده زوري يا هانم. انا مش بتكلم على الشاي خالص. انت قصدك على الايروبكس؟ يا بنتي ده اكل عيش. ما انا عارفه انه اكل عيش. وانت عرفتي ازاي بقى؟ يعني اللي يركز معاكي يلاقيهم هم حركتين وبتكرريهم مع كل فوق. عاده اللي بيدرب ايروبكس بيبقى عنده بدائل كتيره جدا عشان لو حد ركز معاه ما يكشفش ان هو ما بيعرفش يلعب ايروبكس. ياه ما كنتش عارف انك مركزه معايا قوي كده. طب يا ستي استري على اختك بقى. من عينيا هستر عليكي في الايروبكس. طب وغير الايروبكس؟ انت قصدك الشاي؟ اصلنا عندنا في اسكندريه. انا مش بتكلم على الشاي خالص. ولا انت مصره تمثلي دور اللي مش فاهمه؟ لا هو انا فعلا مش فاهمه وانت كده وترتيني فعلا. هي ايه الحكايه بالظبط؟ الا صحيح يا سالي باعتباري جهله شويه يعني. هي شغله الصحافه ما بتاكلش عيش عشان كده قررتي تحسني دخلك بالايروبكس؟ ولا الايروبكس ده بقى مجرد ستاره؟ الحقيقه انك صحفيه. كنتي فين؟ نعم؟ على فكرة ده مش سؤالي. بابا هو اللي اتصل بيا وسألني بعد ما اتصل بيكي كذا مرة ولقى تليفونك مقفول. مسكين ما عرفش انك بتخرجي من وراه وكمان بتتأخري. وطبعا حضرتك قمتي بالواجب. طبعا. امال عايزاني اكذب؟ سألني ريهام فين؟ قلت له ما اعرفش. على فكرة انا ما طلبتش منك انك تكذبي ومش هطلبها منك. عارفة ليه؟ علشان مش بعمل حاجة غلط ومش على راسي بطحة بحسس عليها. وعلشان اريحك انا هكلم باباكي وهقول ان انا خرجت اشم شويه هوا لاني كنت مخنوقه. وعارفه ايه كمان؟ لانه مش هيمانع في كده لانه بيثق في نفسه وبيثق فيا قوي. وعارفه السبب التاني ايه؟ ان انا حضرتك مش في سجن ومش مطلوب مني اقدم تصريح خروج علشان اخرج اشم شويه هوا. وماله؟ لما يجي يبلغيه الكلام ده. بس ما تستنيش مني اشوف حاجه غلط واسكت عليها. على فكره انت بقيتي فظيعه لا تطاقي، حاجه تقرف. أنا أسفة أوي إني بكلمك في وقت زي ده، بس الموضوع اللي عايزاك فيه يستاهل إني أقلقك. خير؟ ينفع أشوفك دلوقتي؟ تشوفيني دلوقتي إزاي؟ أنا في القاهرة راجع بكرة في طيارة 8:30 الصبح. يبقى خلاص لما ترجع بالسلامة إن شاء الله. يعني أنت تقلقيني وبعدين تقوليلي لما ترجع بالسلامة؟ معلش أعمل إيه؟ ما أنا ما كنتش عارفة إنك مسافر أو حتى نايم. عموما المسألة قريبة جدا، بس يا ريت لما توصل بالسلامة تعدي عليا ضروري. تصبح على خير.